قصتنا من أغرب القصص، تلاقينا وما أصعب اللقاء. تا انساكي ما عندي فرص، وإن كملنا قلوب نحرقها. عشقنا بعض وضعنا بهالدنيا، كذبنا كذبي وبدنا نصدقها. كل دقيقة عشناها سنين، والسعادة سرقة نسرقها. وين كنتي لما كان قلبي فاضي؟ وين كنتي؟ تأخرتي، حبك محرم علي، تأخرتي. وين كنتي لما كان قلبي فاضي؟ وين كنتي؟ حبك محرم علي، تأخرتي. يا حبيبتي قصتنا من أغرب القصص. شو صعبي علي شوفك بعيني، وما تحسك ايدي ولا تكوني الي. يضمك حدا تاني بغمرات برداني، وانتي ومعه وجهي انا عم تتخيلي. وين كنتي لما كان قلبي فاضي؟ وين كنتي؟ تأخرتي، حبك محرم علي، تأخرتي. يا حبيبتي قصتنا من أغرب القصص. جاد، لما كان النهر عم يجرف الماما كانت مد ايديها وعم تطلع فيي. هيدي التطليعه كانك انت عم تقلي انت اللي غرقتني، انت اللي لازم تخلصني. لا جاد، لا اكيد ما كانت عم تقول هيك. بلا نسرين، أنا اللي قتلت الماما. هيدا أبشع شي ممكن إنسان يعيشه، إنه ولد يقتل أمه. ضايقتك بشيء؟ لا لا ابدا. انا بعتذر نسرين، عن جد بعتذر. ما تعطل هم، ما صار شيء. نسرين شو؟ انا بتوتر كثير، بصراحة ما بعرف شو صار، عن جد ما بعرف. خلينا نفل من هون. نعم. عم بتهرب مصريات بنتك مني يا خواجة يا كبير؟ مهرب مصريات بنتي؟ ليه عم تستعمل هالجملة هيدي؟ أنا عم شيل مصريات بنتي من البنك اللي أنت بتشتغل فيه على البنك اللي أنا وخيا مصرياتنا فيه. ما بحق لنا؟ وشو مزعلك دخلك؟ ما أنت قلت إنه هودي مصريات بنتي. اسمعني شو بدي أقول لك. أنا بعدني لهلأ ساكت ورايق وعم عملكم بالمنيح. يوسف، إذا فيك عقل براسك بتضلك هيك، لأنه أنت مش قدنا. قدكن ونص. يوسف، يمكن نسيت التفاصيل، لأنه أنا إنسان طيب بعمل منيح وبكب البحر وما بربح جميلي. اسمع نصيحتي، خليك منيح ورايق معنا تكون أنا منيح ورايق معك. هيدي نصيحة مهمة كتير من بي لابنه. عم تهددني يعني؟ في اعتبر هالشي تهديد؟ اسمع آخر شي عندي لإلك. أنا كنت عم فكر إنه اتفق أنا وياك. أنت بتمشي بالطلاق وأنا بتركك بشغلك وبتركك ساكن بالشقة اللي أنت فيها. مبروك. ما اسمك إلا يوم من الأيام كنت سهري وفي بيناتنا خبز وملح. بنتك رح ترجع تعيش ببيتي بأمر الطاعة. كل مصرياتها وكل شيء بتملكه إلي أنا وياها. والطلاق ما رح تحصل عليه إلا ما تدفع لي عطل وضرر اللي سببت لي إياه أنت وبنتك المجنونة. اسكتوا ليه؟ اوعى تحكي عن جينا هيك. روق بعد ما صار شيء. بعدني عم بحكي أنا وياك. بدي أعرف شو بتعمل إذا وصل الحكي للناس يا رجل الأعمال العظيم. بفهم منك يوسف إنك ما بدك تكون رايق معنا وتطلق جينا على رواق. إيه يوسف ما هيك؟ بطلق لما أحصل على اللي بدي إياه. شو بدك؟ اوه هيدي بدها قعده طويله. يعني عم تفتح الحرب بيناتنا. سميها مثل ما بدك. طيب اذا فيك تهدي هدي. انا رح فرجيك من انا يا ابن الماما. شو فتحت الحرب بينه وبينه؟ يا قاتل يا مقتول. يوسف انت مش قدهم ابدا. شو بدهم يعملوا يعني؟ بيقتلوني؟ انه ايه؟ شو بيمنعهم؟ حياتي شو بك؟ بابا شو بك؟ شو حاسس؟ ما في شيء ما تخافوا. شو صار؟ هذا يوسف الابن الحرام دق لي عمل لي تليفون سمى لي بدني على الاخر. شو في؟ شو بعد بده يعني هذا؟ انا وديت المحامي سكر كل حسابات جينا بالبنك اللي بيشتغل فيه يوسف. ايه ما بقى في يسحب كل يوم يومين 2003. ما بقى في يعمل شيء. بقى هو يعرف طار عقله فقد صوابه. شو عم تنرح نخلص منه يعني؟ قريبا. طب يلا خلينا نروح على البيت حياتي، أنا بسوق عنك. حياتي طمنيني. وانت لهادي؟ يا حبوبته على وسخ. طمنيني يا قلبي، شفتي خييك؟ شفته واتطمنت لانه تاكدت انه مش هو القاتل. تخيلك يا رب. كيف تاكدتي يا بنتي؟ خلص تاكدت، وبكره شوفوا انه بودي رح يطلع بريء. والسم الهاري اللي لقيوه بجسمه هيدا عطايا الشبيه اللي قتل البنت. يا رب تجبر بخاطري، يا رب يا رب يا قادر. يعني خيك رح يطلع من الحبس؟ مهم هلا اول شيء يطلع بريء من جريمه القتل، وبعدين بنحل قصه تعاطي المخدرات. ما تخافوا، كل شيء رح يزبط، انتوا بس ادعوا له. يا رب يا رب تخيلك. الو طارق، أنا أمك حبيبي. أهلين ماما، في شي؟ بدي منك شغلتين، بدي نمرة الدكتور عمران إذا بعدها معك. لا صحتك مش منيحة؟ بلا بلا، بس بدي استشيره استشارة. طيب هلا ببعت لك إياه. والطلب الثاني؟ بدي تقلها لأختك إنه بيك إجا لهون وصار يهدد، وقال لي لحتى وصل لها الكلام والتهديد. امي بس تفضى اختك، خليها تحكيني ضروري، بدي خبرها كل شيء. طيب هلا بقلها. حبيبي ما تنسى تبعتي رقم الحكيم. ايه اوكي. طارق في شيء؟ شو بده يكون في يعني؟ مشاكل العائله اللي ما بتخلص، وكل يوم في مشكله جديده. قلت لك لو بدي اروح على القمر بدها تضل المشاكل لحد. لا مش مزبوط طارق، ما لازم تفكر هيك. بتعرف انا لما كنت بعمرك كان عندي كثير مشاكل، كنا فقرة لدرجه بتخوف، بس اشتغلت وتعبت والحمد لله الله عطاني، وهلا زبطت وضعي ووضع عائلتي كمان. ما تعطى الهم، بكره كل شيء بينحل ان شاء الله. انا رايح احكي نسرين وبرجع. ماشي. كلهم بيقولوا عن حالهم بريئين، بس بودي هيك قال وانا صدقته، ورح اشتغل على هيدا الاساس، على اساس انه بريء، واذا لا انا بكون عملت واجباتي. مش قادر اخبرك شو صار معي اليوم. شو صار؟ اتخنقت انا وماي على التليفون، لدرجة انه طلع صوتي بالشغل. ليه؟ عم تخترع مشاكل، كل يوم صارت عم تخترع قصة جديدة. هلا من بعد ما وصلوا وراقنا امبارح وصار فينا نروح على كندا، قال ما بدها تسافر، قال بدها تبقى هون تتجوز، وقصص وتكعيات. ايه شو قلت لها؟ قلت لها بقبل، بنتجوز وبنبقى هون وبلا منسافر. وهي شو قالت لك؟ قالت لي هلا بدك تتجوز وخيك بالحبس متهم باغتصاب وقتل. ايه مع اني قلت لها خلص كل شيء صار منيح، والزعران اللي اعتدوا علي وعجاد خلص انلقطوا، والقصه صارت اهين ورح تتضبضب. ما قبلت. عن جد انلقطوا؟ ايه انلقطوا خلص. اليوم اهلهم حكيوني 100 مره لاتنازل حتى يفلتوهم. بتعرفي اهلها للبنت بلووا القلب، بنتهم ماتت، مرعوبين على اولادهم يعملوا شيء كمان ويقضوا على مستقبلهم. ما بعرف سيلا ليش حاسس انه هالدنيا فرب مره انقلبت فوقاني تحتاني. يا عالم، فاذا صار فيي احكي جاد انه ينزل، هيك الزهران لقطوا ما بقى في خطر. لا خليه فوق بلا ما ينزل، بلا ما يسمع ويشوف القرف اللي عايشين فيه. طلال جاد خطيبي ورح يصير جوزي، يعني لازم يوقف حد بهيك قصص. اسمعيني وبلا ما يفوت بكل التفاصيل البشعه اللي عم نعيشها. لك اهلها لمايا اللي اضرب من حكايتنا صاروا عم يتمرجلوا علي، فما بالك جاد من عائله غنيه وبرجوازيه. طلال شو هالحكي هيدا؟ عم بعطيك الواقع الاسوء اللي ممكن يصير، حتى اذا صار ما تنصدمي مثل ما صار فيي مع مايا واهل مايا. انشغل بالي عليك. ليش؟ ناطرتك ترجع. ليه؟ ليش شو؟ لأن شغل بالك علي. ما بعرف، لأنك ما كنت منيح. جينا وين؟ هونيك على المرجوحة. والبابا؟ أحوب المكتب من وقت ما وصلنا هو على التليفون. أنا بعتذر إنه شغلتلك بالك علي. رح روح أحكي شوي مع جينا، صرنا زمان ما قعدنا حكينا على رواق. وينك عم فتش عليكي؟ شو في حبيبي؟ عايزك. بدك تسألني عن المدرسة ما هيك؟ بكره رح نروح ونسأل عن كل شيء. لا مش عن المدرسة، بس الماما دقت وقال لهم ضروري تحكيها. الماما؟ شو في؟ قال بدها تقول لك شيء ضروري. شو في قولك؟ ما بعرف. الله يستر طارق، الله يستر. وينه عادل؟ بقي معهم ببيروت، وخبرني هالقصص على التليفون. شو بدها هيدي اللي اسمها أمل؟ فقدت عقلها ولا شو؟ عم بخبرني عادل انه على شوي كانت خبرتها اشياء. مين رح يصدقها الجبة؟ صدقوها او لا يا خواجه، انت بغنى عن هيك اخبار. طيب انا رح احكي مع امل، ما عندي غير حل. انا فاهم شو بدها، يمكن عم تبتزني. شافتني اتجوزت قالت لك هلا بخاف على صيتي، بدفع لها قرشين لاشتري سكوتها. واذا مزبوط شو رح تعمل؟ كيف رح تتصرف؟ اتركي هالقصة علي. وين نسرين؟ برا بجنينة مع خيا والولاد على المرجوحة. يا خواجة جينا مش منيحة أبدا. بعرف. ليش شو في شي منيح يا عفيفي؟ من وقت ما تجوزت كأنه ركبني النحس. شو قولك؟ معقول تكون نادية مش راضية علي بقبر وعم تدعي علي؟ ما تقول هيك يا خواجة، الست كانت بتجنن وما بتدعي على حدا أبدا. طيب أنا رح أظهر على جنيني. عفيفي. نعم. قفلي على الموضوع. حاضر. بتعرفي انه هالاخبار ما بتعني لي وما بدي اسمعها امي. هالاخبار لازم تعني لك نسرين. بيك رجال بشع وبيأسي وانت قدرة الناس. انا ما عندي بي. عندك بي وبيأذي كمان. بي مات. بيك بعده عايش. ما تهربي من الحقيقة نسرين. امي ليه هيك عم تحكي؟ ليه؟ ليه بدك تأذيني؟ انا عم بأذيكي؟ أنا عم خبرك شو بده يعمل هالرجال اللي ناوي يأذيكي هو ونادر المرات. بشرفك ما بقى بدي أسمع هالأسامي، أنا هربت وحلفت أنسى الماضي، بترجيك ما بقى تذكريني فيهم. طيب أنا كان بدي نبهك ونبهتك. انتبهي على حالك وعلى خيك نسرين. أوكي باي. أعطيني إياه ما تسكري. ماما؟ طارق إيه حبيبي؟ اشتقت لك ماما. اشتقت لك كثير. أنا كمان. انتبه على حالك وعلى أختك، بيك بده يأذيها. ما تخافي علينا أنت، انتبهي على صحتك. طيب حبيبي. بحبك ماما. أنا كمان. كيف تكون هالقد قاسي معها وهي هالقد مريضة؟ هي عم تحاول تساعدك لأنها خايفانة عليك. ما بدي حدا يخاف علي. إذا رح تضلي هالقد قاسي علي أنا رح أرجع أعيش معها تحت. ماما مريضة وبحاجة لمساعدة. هي طول عمرها منيحة وبتساعدنا. كيف فيك تعملي فيها هيك؟ حرام عليكم، حرام. انا رايح لعند وسيم. اوكي. يا اهلا يا اهلا بحبيبة قلبي. شو بك يا حبيبتي؟ ماشي ماشي مهمة، كيت معها مانا كتير منيحة، متخانقة مع خطيبها. أنت مع مين عم تحكي؟ صار لك شي ساعة على التليفون. كنت عم حطمه ليوسف. عم بتحطمه؟ هاي أول مرة بسمعك عم تحكي هيك. أنت لو سمعتي كيف حكي معي وكيف هددني ما كنت قلتي هيدا هو الشاب ذاته اللي تعرف زمان على بنتي وكان كحيان ومش لاقي لقمة خبز ياكلها. هو الفقر مش عيب رمزي، كلنا كحيانين. مش هيدا اللي عم بقصده، أنا كمان ما كنت لاقي لقمة خبز أكلها، بس أنا عم بقصد هالشاب اللي ناكر الجميل اللي نسي أنا شو قدمت له واليوم عم يهددني بصيت بنتي وبمرض بنتي. بس أنا رح فهمه كيف بيحكوا مع الناس اللي مثلي. شو رح تعمل؟ أولاً المركز اللي أنا فرضته فيه بالبنك رح يطير منه بكرة على بكرة. اف وهيك بهالسهولة؟ ليش هو مش ماضي كونترا؟ بلا، بس الكونترا تبعه سنوي وبعد اسبوعه بيخلص وبده تجديد، والمدير ما راح يفضل موظف مثل يوسف على زبون مثلي، والبيت اللي ساكن فيه بكره على بكره بدقوا عليه وبسلموه انذار بوجوب اخلاء البيت خلال 24 ساعة، والا يعتبر قاعد باملاك الغير بالقوة، والبيت انا تاركه باسمي ومن بعد لجينا. حلو، يعني بكره رح يكون نهار كتير بشع على يوسف. شو هيدك عم تشفق علي؟ مع انه اول وحده كنت قلتي ضده. بس انا ولا مره كان هدفي اذيه، كان بس بدي احمي جينا منه. على كل نريح راسك من القصه حبيبتي، انسي يوسف وما تخافي على جينا، القصه كلها صارت تحت نظري بين ايدي. اوكي؟ حاسس كأنه في شيء بدك تسأليني إياه بس مستصعبة. إيه قولي. لحظة، هيدا المدير اللي بده يشحطه ليوسف. ألو. أهلا 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 بالأستاذ الكبير. والله؟ ايه ايه. اول شيء انا مشتاق لك كثير كثير، طمني عنك. حبيبي انت اكيد بدك تطلعي بكره على الهوا؟ انا اسم معروف ومحبوب من الناس، خاصة الناس المعترين يلي بيشتغلوا من بكير هن وعم يسمعوا الإذاعة على راديو صغير محطوط على رف من رفوف المحل تبعهم. هول ناس بعد ما بيعرفوا أنا ليه ما عم بطلع على الهوا، وفي منهم يمكن بيعرفوا ومفكرين إني هربانة. أنا يلي صار لي سنين بطلع وبحكي معهم وبخبرهم كيف ما لازم نخاف وما لازم نهرب ولازم نواجه الحقيقة. طيب إذا بتوعديني إنك ما تتضايقي أنا مع إنك تطلعي على الهوا. ليه؟ شو معقول يصير يعني؟ ما بعرف. بتعرفي شو، خلص اعملي اللي بريحك، بالنهايه خيك متهم منه مجرم. ايه مزبوط، كرمال هيك انا بدي اطلع. اذا بدك انطريني بس انزل، انا بكره بنزل معك. جاد حبيبي انا بكره الساعه 12 الظهر عامله اجتماع بالاذاعه وبعد بكره بدي اطلع على الهوا، يعني اذا بدك نزال قبل بعد بكره، وخاصه انه الزعران لقطوا وما بقى في خطر. طيب طيب انا رح ضل شوي هون بعد كرمال جينا. ليه شو بها جينا؟ منا كتير منيحة، بس ما تعتلي هم حبيبي، خلص بكرة مننزل. طيب ناطرتك. سيلا أنا بحبك. وأنا كمان بحبك جاد، ما بدي ولا مشكلة بعدنا عن بعض، كرمال هيك عم ناضل واشتغل كرمال اثبت براءة خيي. أنا كمان بوعدك ما في شيء أبداً رح يبعدنا عن بعض. إن شاء الله. باي. اوكي بدي شوف يوسف كيف رح يتقبل كل هالمصايب اللي رح تنزل على راسه بفرد مرة. رح يقبل بالطلاق ولا لا؟ ايه حبيبتي، شو كنت بدك تسأليني؟ ليه مش مخبرني عن أمل؟ أمل؟ ليه شو بتعرفي أنت عن أمل؟ بعرف كل شيء. أمل هذه وحدة مجنونة فقلتي وكذابة وما بتسوى أبداً. أف، هذا رأيك فيها؟ مع إنه جاد خبرني إنك اهتميت فيها وساعدتها وعملت كل شيء لتأمن لها مستقبل منيح. أنا كتير انبسطت لما هيك خبرني، انبسطت إنك تفهمت ظروفها والمصيبة الكبيرة اللي وقعت فيها ووقفت حدها. إيه، أنا تفهمت ظروفها ووضعها وساعدتها قد ما بقدر وزيادة، لأنه أمل يتيمة لا أم لا بي لا خي لا حدا يوقف حدا يساعدها. تعاطفت معها كتير، بس مش معناتها أنه هي مش وحدة مجنونة وفلتي، وإلا ما كانت عملت هيك. كنت كتير حاقدة اليوم لما شفتها، كنت قاسية معي ومع جاد. حرام أمل، معطرة، الحياة قست عليها كتير. إنه رح نضل هيك نحكي بقصة أمل؟ قولي لي شي حلو، شي هيك يفرفح القلب مثل ما إلك بالعادي. حياتي شو بدي أخبرك؟ ليش أنت هيك ما عندك روح التطور والمغامرة فاضية؟ أنا بلاقي إنه هالمشروع هلا مخاطرة بلا معنى. أنت بالغنى عنه. بعدين إذا المحامي تبعك وعم بيقول لك بلاها. عم بيقول لي بلاها لأنه فيها ناطرة، يعني أنا هلا بدي أحط مصرياتي كلهم وأنطر ليقلع المشروع وأرجع آخذ مصرياتي وبعدين إذا الله راد بلش أربح. استفلي، أنا بلاقي إنه هلا أنت عايشة ملكة. بالمصاري اللي معك اياهم فيك تضلك عايشه ملكه ليوم اللي بتموتي. عيد الشر عن قلبي فاضيه. وبعدين من بعد ما تموتي اخر همك شو بيبقى مصاري ومين بيورث؟ اسمعي مني، عندك هالكم سنه تعيشيهم مبسوطه بلا هم بلا شيء. بشرفك فاتيه حلي عني، صار لك ساعتين عم تفول علي. هلا جاي وليد ورايحين انا وياه لعند المحامي تبعه، ما تجيبي سيره. لك ما عم صدق، ليه هالقد حتى ثقتك بهالشاب؟ كنت بحالك ما بتوثقي، ليه واثقه فيه؟ اجا ولا كلمة. مرحبا صبايا. هاي وليد. هاي. نمشي؟ يلا. باي فادية. باي. الو نعم. دكتور عمران. اهلا. مين؟ انا سميرة، ام هشام المريضة اللي عرفتك. طمنيني عنك، في شيء؟ كان بدي قولي، ما تعتلي هم. كان بدي احكي انا وياك بموضوع. شو رايك اذا بتجي لعندي على الكلينيك؟ برات المستشفى فينا نحكي على رواق اكثر، مش احسن؟ بلا اكيد. وين بتصير العياده؟ هشام بدك تتصالح مع بيك ولا ممكن نادر؟ مستحيل نادر، هيدا بيك وأنا بكرهه بكرهه. هو الوحيد اللي بيقدر يساعدك. هو اللي بيقدر يساعدني؟ لك هو السبب بكل المصايب اللي أنا فيه، هو السبب. هو الوحيد اللي بيقدر يسحب نسرين من جوزها من بعد ما تسحب له قلبه وتجي لعندي، وساعتها يا ابو الحبايب بتتبحبح وانا بخزق لك الكمبيالات، وبتروح بتستاجر بيت وبتشتري لك سياره وبدلتين ثلاثه مثل الخلق، وبتصير رجال ملوى تيابه، وهونيك بتنزل على الامن العام وبيستقبلوك بالاهلا وسهلا، وبترفع شكوى وبيجيبوا لك مرتك على نص دين بيتك الجديد. انت عم تحكي بشيء مستحيل يتحقق. هشام ما في شيء مستحيل اذا بتآمن شوي بالموضوع وبتحط شوية همة، كله بيتحقق، وبترجع رجال مثلك مثل كل هالرجال، بترجع لك مرتك، اولادك بيركضوا بالبيت، حياة حلوة. خلص نهدر دخيلك، خلص ما بقى بدي احلم وفكر باشياء ما تصير. انا ما بقى احمل، والله العظيم ما بقى احمل، ما بقى احمل. لا لانك ما بقى تحمل، أنا بدي إياك ترجع رجال طبيعي مثلك مثل كل هالرجال، وتعيش حياة حلوة ولذيذة مع مرتك وولادك. شو قلنا؟ بكرهه بكرهه. اكرهه، لك اكرهه قد ما بدك بس استفيد منه. اكرهه وحط إيدك بإيده، على القليلة تستفيد منه شي مرة بحياتك. أنت ما بتقدر تجيب نسرين لأنك خيّا، بس هو بيقدر، مش لأنه رجال قوي بس لأنه بيّا. شو قلنا؟ وبا نسرين وينها؟ ما بدها تاكل؟ لا مدري شو بها، حاسسها مش منيحة. بفتكر انه الخبرية اللي خبرتها اياها عن امل خضتها شوي. امل؟ ايه انا خبرتها انه امل طلعت معنا كثير بلا اخلاق انا وياها، كنت عم فسر لها انها ناكرة جميل، لانه رغم كل شيء منيح انت عملته معها وبعدك عم تعمله. لك هيك كيف عم ترد لك الميرسي؟ ما علي، انا مش عم بعمل معها منيح لتقول لي ميرسي. ايه بس انا ما فهمت نسرين ليه مضايقه هالقد؟ هي شو خاصه بالموضوع؟ نسرين اتضايقت لانها بتحس مع المرأة المظلومه والموجوعه، مش ضروري تكون هي خاصه لحتى تتضايق. أنا بكرة راجع نازل، هيئتهم لقطوا كل هالزعران اللي كانوا عم يضايقونا. أنت أكيد؟ هيك عم تقلي سيلا. تفضل أستاذ. جينا بعد الغداء لازم نحكي شوي بقصتك أنت ويوسف. ما بعمل معروف، ما بقى بدي أحكي بهالموضوع. بلا بدنا نحكي وبدك تسمعي منيح. انت سمعتي وعرفتي كيف يوسف حكي معي وكبر بالكلام، بس ما عرفتي انا شو عملت فيه اليوم. بكره بيستلم انذار انه لازم يترك البيت خلال 24 ساعه، وبيستلم كمان انذار انه لازم يترك شغله خلال 24 ساعه. شو؟ لا بابا عمو المعروف، ما فيك تعمل هيك شيء، بليز. لا اوعى تخافي جينا، اوعى تخافي. شو قصتك بضلك تخافي؟ بت كأنه ما في حدا حدك يحميكي. بابا شو بك؟ شو بك معصب هيك؟ معصب؟ مش شايفك بضل مرعوبة منه؟ جينا بنتي أنا، وأنا بنتي ما حدا بخوفها. لا تخاف من هذا المجدوب، هذا المعطر اللي من كل عقله عم يتحداني. بابا جينا خايفة منه، وبنفس الوقت خايفة تخسره، وبنفس الوقت ما فيها تعيش لوحدها. شو بك؟ فجأة نسيت إنه هيدي جينا؟ ما نسيت، بس تعبت. تعبت من كتر التفكير كيف لازم أتصرف كبي. وهيدا صهرك يوسف، لازم نتصرف معه مثل ما بيستحق، مش مثل ما بيناسب جينا وما بيضايقها. بابا شوفي، ليش هيك مضايق؟ شو بك؟ كيف ما بدي اعصب واتضايق؟ امبارح في ناس قوسوا عليك وعرضوا حياتك للخطر، واليوم اللي اسمه صهري اللي كنت عامله مثل ابني بيهددني وبيحكي معي مثل كأني أنا مين مكان. وسيلا، سيلا، سيلا بنت التانية حبيبة قلبي، قليلة قليلة من المصيبة واقع فيها. فكرك أنت إنه إذا طلع مظبوط إنه خيل سيلا قاتل البنت ومعتدي عليها، رح تكون شغلة هينة؟ أكيد مش رح تكون هينة على سيلا ولا علي. علي أنا؟ ليه؟ إنه معقول أنت يوم بالأيام تجيب صبي أو بنت يعرفوا من رفقاتهم إنه خالهم قاتل بنته معتدي عليها ومسدود بالحبس. ليك جاد، إذا خيل سيلا بقي بالحبس، أنت وسيلا لازم تتركوا بكرة، ما فيها بحث، هذه قصة ما بيحكوا فيها اثنين. فاهم جاد؟ قصتنا من أغرب القصص، تلاقينا وما أصعب اللقاء، تا أنساكي ما عندي فرص، وإن كملنا قلوب انحرقا. عشقنا بعض وضعنا بهالدنيا، كذبنا كذبي وبدنا نصدقها، كل دقيقة عشناها سنين، والسعادة سرقة نسرقها. وين كنتي لما كان قلبي فاضي؟ وين كنتي؟ تأخرتي، حبك محرم علي، تأخرتي. وين كنتي لما كان قلبي فاضي؟ وين كنتي؟ حبك محرم علي، تأخرتي يا حبيبي.